السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن كيفية استئجار ملعب لكرة القدم في طرابزون. طبعا عندي مباراة اليوم شخصيا، فبنروح نستأجر ملعب بإذن الله وشوف الملاعب هنا، طريقة استئجارها، غرف الملابس، غرف تبديل الملابس يعني، وأنواع الملاعب وطرق الاستئجار والأسعار اللي هي أهم شيء. اللاعب هارون الأوزبكي المحترف في نادي النصر سابقا. يلا حي. هلا والله. كيف حالك؟ طيبين. نادي فنربخش حاليا. حيا الله الشيخ. هذا الملعب، طبعا في ملعبين هنا، ملعب هنا بالكلام والملعب الثاني هنا. الملاعب كلها مغطاه، تعرف ليش؟ لانه عندنا امطار كثيره وثلوج. نطلع لغرف التبديل نبدل وننزل بسرعه. طبعا مده المباراه ساعه. سلام عليك. وضع قص في زمانك وضع جبا يا احنا رقم اثنين. طبعا هذا المغاسل والحمامات، الله يكرمكم فيما انت شايفين. وهذا هنا غرف التبديل، في مكان لاخذ دش برضو لتبديل الملابس زي ما انت شايفين. وعندهم نظام جدا ممتاز، يصور كل المباريات ويعرضوها على النت. بعد ما تخلص المباراة ممكن تدخل النت تتفرج على المباراة بالكامل. نغير، غيرنا زي ما انت شايفين، نتوجه الى ارض الملعب. اعطيك ساقي البقر. سلام عليكم. شوفوا زي ما انت شايفين هذه ملاعبنا حلوة، 8-8 نلعب فيها. بنلعب اليوم ضد البنك اللي فزنا عليهم اخر مباراة، والمباراة هذه ان شاء الله نفوز عليها. هذه ملاعبنا، طبعا راح نبدا نسخن ونلتقيكم ان شاء الله بعد المباراة. بعد المباراة طبعا ما راح اذكر لكم النتيجة، لكن كيف طريقة حجز الملعب؟ طبعا كل الملاعب لها ارقام اتصال، تتصل على الملعب وبعدها تتواصل معاهم. الايجارات للملاعب تتراوح من بين 150 الى 200 ليرة للساعة. طبعا الحجوزات عن طريق الاتصال بالملاعب، الحجوزات لمدة ساعة فقط لكل مباراة. طبعا الحضور لازم يكون قبل المباراة بنصف ساعة، تروح تغير بعدها تبدا الملعب في الساعه الفلانيه، مثلا من 8 ل 9 او 9 ل 10 بالطريقه هذه. الحجوزات موجوده من الصباح الى الليل الى الساعه 1 تقريبا. فنحط لكم افضل الملاعب الموجوده في طرابزون وارقام التواصل معهم، تواصلوا معهم مباشره او تواصلوا معنا، ممكن نحجز لكم انتم. واذا تبغوا فريق تباروهم يعني ممكن نلعب ضدهم. تحياتي لكم، امل اني سويت لكم تغطيه مميزه عن الملاعب الموجوده في طرابزون. السلام عليكم، نشوفكم على خير.